الطائرة كانت قد أقلعت من مدينة إزمير، ولم يتضح ما إذا كان الحادث قد أسفر عن سقوط قتلى أو جرحى. إذن الطائرة كما ذكرنا أقلعت من مطار إزمير، هي تابعة لشركة بيجاسوس للطيران، ولدى هبوطها انشطرت إلى قسمين. لم يتضح بعد ما إذا كان الحادث ناتج عن خطأ بشري أو وراء الحادث أي أمور أخرى، بانتظار مزيد من المعلومات. كما لم يتضح ما إذا كان الحادث قد أسفر عن سقوط قتلى أو جرحى، بانتظار ورود مزيد من المعلومات. إذن الطائرة تابعة لشركة بيجاسوس، وكانت انطلقت من إزمير.